الصدر يدعو روسيا إلى مراجعة قرار الحرب مع جارتها أوكرانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا مقتدى الصدر روسيا الاتحادية إلى مراجعة قرارها بالحرب ضد أوكرانيا والعمل نحو الحوار بين البلدين. وقال الصدر في بيان خلال خطبة الجمعة من مسجد الكوفة: أدعو القوات الروسية إلى مراجعة قرارها بالحرب والعمل الجدي للحوار مع جارتها أوكرانيا، فالحوار والعقل صفة محمودة عند كل الأديان. كما دعا مقتدى الصدر برفع أيدينا بالدعاء أن يجنب الجميع ويلات الحروب وأن يمن عليهم بالأمن والسلام. كما أكد مقتدى الصدر أن ما يحدث في أوكرانيا من معاناة للشعب والمدنيين يندى له جبين الإنسانية، ولا بد لصوت النجف الأشرف أن يعلو مدويا ليطالب بالسلام في ربوع العالم أجمع، وكفى حربا وأن يترك السلاح جانبا. ربنا يستر ويسلم يا رب. لو أعجبكم الفيديو فضلا منكم وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل تشجيعا لنا حتى يصل لكم منا كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.